الكيكة السويدية كيكة إيكيا المشهورة، لكن على طريقتنا كيتو دايت بخطوات كثير سهلة. جربوها وراح تعشقوها. وصحتين وألف هنا. بدي صفار 4 بيضات، ملعقة صغيرة فانيليا، رشة ملح، ربع كوب مليان سكر إريثريتول يعني 50 جرام. أخلط هذول مع بعض وأشيلهم على جنب. على حرارة هادية بدي نصف كوب كريمة، وأحركهم بشكل مستمر بس ما أخليهم يغلوا أبدا، بس يغلوا أو بس يبلش يطلع فقاقيع أطفي النار عنهم. هيك صار جاهز. هلا ما بدي أخليه يغلي، هلا بدي أرفعه عن النار. هذا خليط صفار البيض وهاي الكريمة، هلا بدي انزلهم بشويش لحتى ما ينحرق البيض، هيك على دفعات خفيفة جدا مع التحريك المستمر. هلا بدي ارجع المزيج على نار هادية واخليه لحتى يتسبك تقريبا من 7 الى 10 دقائق مع التحريك المستمر طبعا. هذا القوام المطلوب. طبعا مهم جدا التحريك المستمر طيلة ال7 او ال10 دقائق اللي اشتغلتوا فيها، لازم تكون حرارة هادية وتحريك مستمر لحتى ما يستوي البيض ويتكتل. هلا بدي أشيله على النار وأحطه بصحن وأغلفه وأحطه على جنب حتى يبرد تماما. عندي لوز مقشر تقريبا بدي نصف كوب شي 50 60 جرام، بدي احمصهم شوي بدون زيت طبعا. بدي بياض 4 بيضات، بدي رشة ملح واخفقهم، أثناء الخفق بدي نصف كوب سكر الريثريتول بدي أنزله على دفعات. هلا بدي دقيق اللوز المطحون كامل مع القشر تبعه، هذا هو يكون فيه شوية خشونة، بدي كوب وثلث يعني 135 جرام. أنزلهم بهدوء على دفعات مع الخلط الخفيف. عندي قالبين متساويين القطر 15 سنتي، ممكن أنتوا تسووا قالب واحد وبعدين تقسموا الكيكة بالنص، بس أنا راح أسويه على دفعتين. بدي أحط ورق زبدة وأدهنه بشوية زيت. أقسم الخليط بالنص وأوزعه على القالبين.
إلى الفرن على درجة حرارة 180 من 20 إلى 25 دقيقة. بدي أطلعهم من القالب وأخليهم لحتى يبردوا تماماً. بدي نصف كوب زبدة تقريبا 115 جرام بدرجة حرارة الغرفة، هذا شيء مهم. هلا بالخلاط بدي أطريها كثير. هيك تغير لونها، وهذا خليط الكاسترد، هلا بدي أخلطهم مع بعض. هدول الكيكات صاروا باردين، هلا احط واحدة للقاعدة وابدأ عملية التزيين. وهذا اللوز المقشر المحمص هلا بدي اوزعه كمان وتكون خالصة وصحتين وألف هنا.